والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، تلاميذ وأولياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير. اليوم راني مع تلاميذي تاع سنة أولى ثانوي، الشعبتين العلميين والأدبيين. هذا السوجي راح يكون بزاف مفيد لكم، تابعوا للنهاية. إذا مازال ما اشتركتوش يلا ديروا اضغطوا على زر الاشتراك ودعموني بلي لايك. بسم الله نقراو النص بدون إطالة. الآن هاو السوجي وزعته لك الأستاذة. أول حاجة راح تديرها تلميذي ولا تلميذتي العزيزة، غير تحكموه تصيبوا بزاف كلمات كيما هكا، كيما يقول لك الفرض فيه ساعة، مع هذيك تاع اقعد وسقم راحك ومنا وهاك وما جيت سربي، هذيك الساعة تولك 50 دقيقة. يا أخي لازم تكونوا تقراو بذكاء، تعلموا تقراو السوجي تاعكم بذكاء. إذا غير تشوفوا الكلمات هذو الحامقين باينة بلي راح يطيح لك تمرين تاع هذه الكلمة وشنو هي، هذه الكلمة وشنو هي. ثم واش ديروا؟ كل ما تعرفوا اكو تقراو في النص، كل ما تصيبوا وحدة عمروها، قراو مليح سوجي هذا باش ما ننساش. راهو في التعليق المثبت الاول، تقدروا تمبريميوه وتخدموا معايا انا، نتوما تواسيو وتجاوبوا وشوفوا التصحيح معايا مباشرة. اوكي دونك عندنا باراغراف 1، شوفوا نمشوا افقيا باش تكونوا عارفين واش انا نديروا. باراغراف 1 1 2 3 3 4 5 5 هكا، كل ما نصيبوا كلمه نجو هنا نكتبوها. اتفقنا؟ يلا بسم الله. دير لاميا، هنا شوفوا كاينه تلاميذ غير يشوفوا دير لاميا يقول لك يا رانا نقراو في الرساله ذا ليتر، يقول لك ذا تكست از ليتر. باسكو علاش؟ باسكو اون جينيرال دائما السؤال الاول يقول لك ما هي طبيعه النص ولا نوعه ولا مش عارفه كيفاش تقولوا بالعربيه. ذا تكست از كذا ولا كذا ولا كذا. شوف هنا واش عندك، ان ارتيكل معناتها شغل ارتيكل دو بريس ولا مقاله، ريبلاي ليتر معناتها يجاوب الرد، الرد على رساله، ولا ريبلاي ايميل معناتها يرد على ايميل. انت كي تقرا قرا بذكاء، لازم هذه الضك نجاوبوا عليها قبل ما نكملوا قراءه النص. شوفوا معايا دير لاميا هنايا محسوب عزيزتي لمياء، لاميا هنايا راهي تستقبل هذا الرساله ولا الايميل، مازال ما شفناش. كيفاش نقول اللي يستقبل يعني المرسل إليه؟ نقوله the receiver، the receiver. نحوسوا على the sender هنا، نحوسوا على شكون the sender، نلقاو اسم هنا the signature، هاي لك جاس سما، هذه المرسل اللي يبعث. صافي واش نقوله بالإنجليزية؟ نقوله the sender. كاينه معلومات ما حش يطلبوه من نفس سوجي، مي رحنا رانا نراجعوا تاع واش يجيك تعرف تجاوب. اوكي سو دير لاميا، ما عنديش ديت، ما عنديش بليس، مستحيل تكون رساله. I've been معناتها I have been super excited، هذا ثاني درس درناه وحده، super excited very extremely، هذو واش اسمهم؟ جاوبوني قبل ما نقولها، واسمهم degree adverbs، degree adverbs. راكو تلقاو السوجي الدرس هذايا وحده هنا في القناه، تدخلوا برك البلاي ليست تصيبوا كل حاجه تحتاجوها. I have been super معناتها very 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 excited happy to read your wish your email. دونك هنا رانا نجاوبوا على واش؟ على الايميل. هذه الاجابه ديجا رانا جبناها، so it is a reply email. هكا تعلموا تخدموا بذكاء، ما تجي تكمل النص تكون جاوبت على الجزء الاول. قالت لها to read your، شنو يور؟ مع من يتهدر؟ راهي تهدر مع لاميا، اذا يور هذه الايميل تاع لاميا. اوكي دير لاميا، انا فرحت بزاف كي لقيت الايميل نتاعك انت لاميا. سو يور ان باراغراف 1 تدل على لاميا، نروحوا قبالة نكتبوها هنا، هنا مغالطين، يور هي لاميا. تحياتي كامل واسمهم لاميا، انا بدينا نجاوبه. اوكي I imagine you're enjoying معناتها you are enjoying a wonderful life over there in the fascinating city of بويرة. fascinating ثاني معناتها very very nice. تحياتي الناس بويرة كامل. now it is my turn. my شكون هو يهدر؟ my و I شكون؟ جيس. اذا نروحو نكتبو my جيس، my نكتب هنا جاس. انا نمشو ديجا هما قالوا لنا باراغراف 1، روحوا ذوك تيك باراغراف 2. now it's my turn to tell you about myself، نحكي لك على روحي and my town المدينه نتاعي. خلاص باراغراف 1. well my full name is Jessica Holmes but my friends call me Jess، انا اسمي الكامل هكا واصدقائي يعيطوا لي جاس. I'll turn 17 next month، الشهر الجاي نغلق 17 سنة.
I'm a freshman student at house school. تحيت واسمو هاي سكول in New York. دونك تسكن وين؟ تسكن في New York with excellent marks. Excellent ثاني وشنو هي excellent؟ It is a degree adverb معناتها very 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 good marks علامات وين؟ في الهيستوري تاريخ and philosophy الفلسفة. Although these are my favorite subjects معناتها المواد الدراسية المواد الدراسية المفضلة نتاعي هذه هي وشنو هي history and philosophy هي المواد المفضلة اللي تحب تقراهم جاس إذا مع أن هذه هي المواد المفضلة تاعي I'm very fond معناتها نحب بزاف هذه قريتها في سنة ثالثة متوسط I'm very fond of learning foreign languages لغات أجنبية خلاص paragraph 2 so these هذه واش تدلو تدل على تاريخ والجغرافيا history and philosophy paragraph 2 روحوا نكتبوها باش من بعد ما نعاودوش نرجع نكتب هنا history نقولوش history قولوا history and philosophy and اكتبوهم هنا يا philosophy فيلو احنا نقولو فيلو philosophy normal تخرج على الخط ما فيها والو اوكي نروحو paragraph 3 كش ما نصيبو On weekends, I usually get up. هنا عندنا درس واحد آخر راح نراجعوه. Sans mir skimi. وشنو هو هذا الدرس؟ هو الدرس تاع واش؟ تاع frequency adverbs. هذاك اللي فيه usually و never و always etc. وين يجو؟ يجو usually هي عادة. تجي ما تجي ما بين subject والverb. هي تجي في الوسط بصح أنا فهمتكم في الفيديو تاع الدرس. كي يكون الفيرب فيرب تاع الصح. ماهوش اوكسيليير ماهوش موديل شوفوا لا فيديو تزيدوا تفهموا اكثر اون ويكند يعني في ايام اون ويك دايز سوري معناتها في ايام دراسه عاده نوض على السبعه تو بريبير ماي سيلف نحضر نفسي هذا ثاني درس رانا درناه تاع ماي سيلف يور سيلف تلقاوه في القناه فور سكول وجد روحي للمدرسه which is rather close close هنا ماشي معناتها مغلق معناتها قاطعه بعيد far to my house اذا المدرسه قريبة هنا قادر كانوا قادرين يزيدوا يمدوا لنا which وهي relative pronoun وقريتو تدل على الكلمة اللي قبلها اللي هي school وكان زعماتك مدوا لنا which تحت في ذاك التمرين نديرو school يا أخي to my house clearly بوضوح I never use transport to go there جامي نروح بالترانسبور there وين there نروح للمدرسة جامي نروح ثماتك جامي نروح هناك المدرسة بالترانسبور معناتها نروح أبي إذا there هنا هي school نكتبها there school شتو كيفاه رانا نجاوبو تلاميذ الاخرين راهم غير يقراو ما داروا والو حنا رانا جاوبنا قدام من سؤال مع ملاحظة انه never شوفوا never وين جات هذه هي frequency جات ما بين I والverb خلاص نورمال ما ضقتو ما تولو تفهمو الاخرين in the morning مع الصباح I walk generally جي في الوسط I generally walk with my little brother Jimmy عندها أخوها اسمه Jimmy to his elementary school هو يقرأ elementary school شفناها ديجا كي كنتو تقرأوا في المتوسط معناتها البريمير حنا في الجزائر نقولو primary school هما يقولوا elementary school before I join my class قبل ما تروح هي المدرسة تاعها هي وين تقرأ هي تقرأ في high school في الليسي classes here الدروس هنا here معناتها نيويورك هي تسكن في نيويورك finish at 2 p.m. قراية تحبس على الزوج but for me they شنو هي they they هي الكلاسز روحوا نكتبوها تجرو قبل ما ننساوها اذا they يساوي classes اوكي صح they finish at 4 p.m. هي بالنسبة لها القراية تحبس على الربعة علاه because شوفوا غير تلقاو because ننتظر انه راهو جاي سؤال تاع لماذا because after school I always study مرة أخرى شوفوا always ما بين subject والverb I always study Spanish and German German اللي هي الألمانية والإسبانية علاش قالت لنا من الأول بلي تحب تتعلم I'm fond of learning foreign languages تحب تتعلم اللغات الأجنبية ماذا بيا نتوما ثاني تتعلموا هكا ماشي تقعدوا تقراوا غير واش يمدوا لكم شي وخا زيدوا شوية من عندكم وين تقراهم هذوما في ليكول تاعها لا in a nearby private school في مدرسة خاصة nearby معناتها جاية ثم قريبة ليهم you can see that my life is extremely busy حياتي بزاف معمرة هكا بالأشغال صح on weekends هنا نقولوا at
At weekends, I hardly ever go out. في الويكند ما نخرجش كاع من الدار. Instead, I instead prefer to stay home. نحب نقعد في الدار في الويكند. هذه الطفلة just تحب تقعد في الدار. Helping my mom with housework. Housework معناتها شغل الدار. شغل. And doing my homework. متخلطوش ما بين housework والhomework. Homework معناتها واجبات مدرسية. Housework معناتها شغل الدار. I also never forget to water. To water معناتها نمد الماء اللي هي نسقي. واش نسقي؟ نسقي the gorgeous. Gorgeous معناتها very nice. Beautiful flowers in our teeny garden. في الجنينة تاعنا الصغيرة. Okay. Our هذه شكون؟ جنينة تاعنا حنا. شكون حنا؟ يعني Jess and her family. نروحو نكتبوها. Jess and هي تقول my family. احنا نهضرو عليها. نقولو and her family. ما تقولوش family. 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 Okay. And her family. Last paragraph number four. روحو للسانكيام. New York is one of the vivid and most populated cities in the world. New York هي واحدة من أهم من أكثر المدن فيها الغاشي فيها السكان أوكي وحيوية في العالم. It is famous. Famous نعرفوها ونسي جامي طيح لكم. Famous معناتها well known. العكس تاعها unknown. For its high towers. لي توغ تاعو هذاك البنيان العالي. ناطحات السحاب تعمل. It's معناتها تاع نيويورك. يا أخي ناطحات السحاب تاع نيويورك. So it's هنايا نيويورك. وراهي وراهي وراهي. هاي لك. نكتب نيويورك. كاش الانجلش نيويورك ولا نيويورك اوكي باسكو كاينه علاش سموها نيويورك كنا ثقافه عامه كاين واحد المدينه في بريطانيا واسمها يورك كي راحوا الامريكان اكتشفوا العالم الجديد كما يقولوا بناو واحد اخرى السكان اللي كانوا يسكنوا في يورك راحوا لذيك بلاصه داروا مدينه جديده سموها نيويورك كي شغل يورك الجديده فهمتوا منين جات هذه التسميه هذه غير على الهامش برك صح قالت لك it's famous for its high towers معروفة ناطحة السحاب تاعها that glow يعني at night تبرق في الليل تشعل في الليل and it's green well preserved parks فيها بزاف لي بارك فيهم الاخضرار و preserved معناتها محافظين عليهم فيهم معتنيين بهم صيانة such as the central park such as هنا معناتها like مثلا the central park sorry my dad, my father, sometimes, هاي مرة أخرى, frequency adverb, ما بين subject and the verb, takes me and Jamie, دينينا وجيمي خويا صغير, there, يدينا هناك, وين يدينا هناك؟ هي قالت لنا مثلا the central park, معناتها يدينا للـ central park, روحوا نكتبوها قبل ما ننساوها, so it is the central park, the central park. بارك اوكي هنا كملناهم شوفوا اوكي شوفوا ضربوا طلع على زملائكم والله هما ما مازالوا يقراوا غير في النص نتوما راكم جاوبتوا على هذا وجاوبتوا على هذا اذا يدينا ثماتيك there to the central park على يدينا to in order to هنا to هي in order to enjoy the park's quietude معناتها الهدوء play and meet new friends نتمتعوا بالهدوء نلعبوا ونتلاقاو باصدقاء جدد That's all for now. هذا واش نقول لك الان. Please don't hesitate to email me back. يعني كشغل ما تزيتيش زيدي بعثي ليا لاميا لي ميساج لي ايميل وانا نزيد نجاوبك etc. The signature Jess. خلاص احنا هذه فهمناها كملناها the sender. PS معناتها ملاحظة. قادرين تلقاو ان بي معناتها نوتا بيني ثاني. Find attached A nice photo معناتها هذه لا فوتو تلقاها في الاتاتشمنت كو تعرفوهم نتوما دوكا محلبين لايبر تلقى واحد الرمز هكا دائما في الايميل كي تكليكيو يخرج لك دوسيي ولا فوتو كيما هنا قالت لها نايس فوتو اوف مي اند ماي فاميلي هذه اللي استعملنا احنا درنا جيس اند هير فاميلي ان ذا سنترال بارك سي بون كملنا سؤال الاول احنا درناه ذا تكست از ريبلاي ايميل هاي حاولوا نتوما هذا نشرحه لكم ونديروه choose the letter that corresponds to the right answer عندك هذه ثلاثة احتمالات Jess replies to Lamia جاوب Lamia in order to معناتها لكي invite her
to visit the Central Park. راهي تعرضها، قالت لها روحي هذه شوفي زوري the Central Park تاع نيويورك. B introduce yourself، تعرفها بروحها. introduce معناتها تعرفها بروحها. congratulate معناتها تهنئها. هيا خمو 1 2 3 4 5. yes excellent. it is to introduce herself. sorry راني شويه مريضه بها ساعه نسعد. ادعوا لي بالشفاء ان شاء الله. B Jessica goes، يعني جيس ما تكلخلكمش هنا بالك وتتكلخوا. جيس goes to school، تروح المدرسة. by bus بالحافلة، by train بالقطار، ولا on foot معناتها a pied. 1 2 3 4 5. excellent. on foot علاش؟ باسكو قالت لنا في النص تكون غير ثم المدرسة غير ثم. هاي لك I never use transport. جامي نروح بالترانسبور، دائما نروح a pied. a pied نقولو on foot. C Jessica usually spends her weekend، الويكند تاعها at home في الدار. in Central Park، تروح للبارك تاع اللي هدرنا عليه، ولا مع الأصدقاء with friends. خمم 1 2 3 4 5. excellent. قالت لك نجوز الويكند تاعي at home، تعاون ماماها شويه في الشغل. وين شفناها؟ هاي اللي تعاون ماماها في الشغل at weekend، ودير الهوم وورك تاعها، الواجبات والوظائف المدرسيه. نروحوا للتمرين اللي بعده 3. read the text، قريناه معليش زيد اقرا. and answer the following questions. where does Jessica live؟ وين تسكن جيسيكا؟ B what are her favorite subject؟ وشنو هي المواد تشفاو بلي subject هنايا ماشي سوجي تاع الهضره وديسكوسيون، لا لا هي المواد الدراسيه المفضله عندها، وشنو هما؟ C do Jessica and Jamie، يعني هي وخوها، study in the same school، يقراو في نفس school. same معناتها نفس المدرسه. اوكي why does Jessica's life look busy؟ علاش حياتها تبان هكا شغل شارجي فيها بزاف الخدمه؟ هيا خمو شويه ديروا بوز ورجعوا ليا للتصحيح. هيا ابطال نقارنوا الاجابات تاعنا. قال لك where does Jessica live؟ she lives in New York. هنا كاين تلاميذ يقولوا لي اسكو معليش نكتب غير in New York ولا نكتب غير New York. نورمالمون معليش تقبلها لكم استاذه عادي، بصح هذا نمد لكم الاجابه الكامله وانت دبر راسك. what are her favorite subjects؟ شنو هما المواد الاساسيه المفضله عندها؟ history and philosophy، شفنا في النص قالت لك نحب التاريخ والفلسفه. اسكو اي حاجه تبدا بمشي دبليو اتش هي اسكو. هل جيسيكا اند جيمي ستادي ان ذا سيم سكول، يقراو في نفس المدرسه؟ هنا تقدر تقول نو ذي دونت وتحبس، ولا تقول نو ذي دونت وتشرح. they study in two different schools، يقراو في زوج مدارس مختلفه. قادر تدير هذه وحدها بصح لازم تكتب نو. اوكي قادر تقول نو they study in two different schools صحيح. اوكي why does Jessica's life look busy، علاش حياتها تبان هكا شغل شارجي؟ قلنا because she has classes till معناتها حتى الزوج، حتى 2 بي ام تقرا حتى 2 بي ام. ثم then she goes to a private school، تروح مدرسه خاصه to learn foreign languages، باش تقرا لغات اجنبيه اللي هي Spanish and German. German ماشي German. شبيكي استاذه راضيه؟ خلاص بديت نعيا على غالب. نروحوا للتمرين اللي بعده. هنا يروحوا اللي ما قراوش بذكاء دوك يعاودوا يقراوا النص ويبداو هذه وشنو احنا كملناه هذا درناه. احنا دوك واش نديروا؟ احنا نروحوا للصفحه الثانيه. التمرين الاول واش يقول؟ find in the text words or phrases، معناتها قادر تجيب لي كلمه قادر تجيب لي شبه جمله اللي عندهم المعنى معاكس opposite تاع هذه الكلمات. عندك countryside، countryside معناتها الريف يا اخي، الريف شحال نحب الريف. free معناتها ليبر حر. remember معناتها اتذكر. هيا خمو لي تشوفوا فيت فيت نمد لكم وقت ورجعوا لي للتصحيح. اذا countryside راح تلقاو العكس تاعها هو المدينه اللي هي اللي شفناها في النص نيويورك سيتي. free العكس تاعها مشغول اللي هو busy. remember وشنو هي remember؟ معناتها اتذكر. العكس تاعها هي انسى، قالت لك I never forget. forget
forget انسى العكس تاعها اتذكر هذه تعرفوها نورمالمون بون انتم على بالي بلي تعرفوهم كامل نروح لي مورا تو بيك اوت فروم ذا تكست معناتها جيب لي من النص ما تجيبليش من الذاكره تاعك ستوكاج انترن جيب لي من النص very happy هذا الدرس اللي هدرنا عليه the text extreme adjectives اللي المعنى تاعو very happy فرحان بزاف very nice شباب بزاف very good مليح بزاف و beautiful شباب بزاف هنا راهم مرتبين يا اخي ارواحوا من paragraph 1 وارواحوا هيا خموا لي شويه وارواحوا لي يا ابطالي يا دراوش لقاو لي وليداتي هيا نشوفو نكومباريو very happy انا لقيت super excited راهي في paragraph number 1 fascinating toujours paragraph number 1 قالت لك fascinating city of Bouira very good هاي قالت لك excellent marks معناتها علامات ممتازه very beautiful كي قالت لك نسقي الازهار تاعي رائعه الجمال so I water the gorgeous بالك تقراوها الاستاذه تاعكم gorgeous نقول gorgeous gorgeous معناتها very beautiful نروح التمرين اللي بعده underline the mistake سطر على الخطأ in every sentence in each sentence then rewrite معناتها عاود اكتب شوفوا التعليمة سطر على الخطأ وعاود اكتب مش تسطر وتروح وتقولوني خادم منها ترجع لك الورقة تهبط عينك ايا واش تقول always I send ديجا وذني راهي صفرت I send my messages by email. هاي صيبوا لي تشوفوا الخطأ في هذه. الدوزيام وعودوا كتبوا لي هنا الصحيحة. The sometimes internet is dangerous. هذه مشي هذه عماوها. See Algeria is big than Tunisia. شوفوا مليح كاينة هذه ذن يتعاونكم تقولكم وش من الدرس راهو وكيفاه لازم نخدموه. D My school is far a little bit from home. هيا خموا لي تشوفوا ورجعوا لي شوفوا معايا التصحيح مع الشرح. إذا الأولى هدرناها في كي كنا نشرحوا لو تكست قلنا بلي هذوما adverbs of frequency ولا frequency adverbs يجوا ما بين السبجكت والفيرب كي يكون فيرب تاع فيرب تاع الصح يعني action أوكي okay؟ يعني تولي لي I always send مشي always I send هكذا تقولي I always send my messages by email سطرنا وصححنا الثانية مش عارف عليها اني حسب اللي كينا اللي يغلطوا ويحسروها فيا علاه يحسروها فيا خاطش يقولوا لي باللي sometimes قلت لنا تجي قبل الفيرب صح بصح قلت لكم كي يكون فيرب تاع الصح فيه action هذا واش من الفيرب هذا the verb to be هذا اسمه auxiliary it is an auxiliary شوفوا مليح لا فيديو رجعوا ليها كاين auxiliaries و models تجي موراهم وكي يكون فيرب تاع الصح تجي قبل هذاك الفيرب اوكي هاوليك فيرب تاع الصح كاين اون اكسيون كاين فعل تشوفه بعينك درت حاجه مالاتك always و never وكامل ديرهم قبل هذاك الفيرب بصح كي يكون هنايا كيما is كيماتك كيما كان كيما must وكامل لا ثم تجي موراهم صافي نقولوا the internet is sometimes dangerous هنا كيف راح نسطروا على sometimes هي اللي دارت لنا المشكلة 3 Algeria is big than كي تشوفوا than عرف بليك في comparative وهذا adjective ما يوالمش لازم نحولوه إلى comparative نخدموها مع بعض so Algeria is نكتب big ولازم نحولوه than Tunisia ذوكا big هذه it is a short adjective شوفوا مليح لا فيديو كي يكون short adjective راح نزيد له ار بصح هنا كاينه ملاحظه قلنا كي يكون عندي كلمه يتخلص بالحرف وقبلها فوايل تاع حبه واش معناتها فوايل تاع حبه راهم يشافوا لا فيديو مفاهمين هنا ما تكونش عندي او ا ولا ا مع اي ولا او مع ا ولا مهم زوج لا لازم وحده برك وحرف في هذه الحاله واش ندير ندوبلي هذاك الحرف عطيت لكم امثله في لا فيديو صافي بيك تولي لي bigger Algeria is bigger than Tunisia the last one واش درتو فيها لقيتوها اذا ماي سكول ما فيها حتى مشكله المشكله راهي في البلاصه تاع little هذه تجي قبل لاجيكتيف صافي نقولوا ماي سكول is a little bit كاين يقراوها little bit بالامريكان انجلش a little bit far from home عادي from home ما فيهاش مشكلة إذا المشكلة راهي في a little
bit. نروحوا للتمرين اللي بعده. واش يقول؟ Ask the question. اطرح سؤال. عندكم بزاف ما درتوش هذه. Ask the question that the underlined word answers. معناتها اطرح لي سؤال، هذاك السؤال انا نجاوبك بهذه الجمله. اذا هنا راهي مسطرت لي على وشنو هذا usually. وشنو هو usually؟ هو adverb تاع frequency. frequency adverb كامل كيما راهم، من never لل always، من 0% لل 100%، كامل السؤال تاعهم هو how often. how often ولا how often؟ صح، هذه تكتبها، هذه هي اللي تجيب لك هذه. دوكا باقي لي هنا مادام عندي فيرب عادي، فيرب تاع الصح، راح نبقى راح ندير وراهو في البريزون، راح نختار ما بين دو وداز. كيفاش نخير استاذه راضيه؟ الا عندك اي يو وي ذي تخدم بدو، الا عندك هي شي ات اخدم بداز. تا واش عندك؟ عندك جيسيكا، اذا جيسيكا هي شي، راح ندي داز. تولي عندي هاو اوفن داز. خلاص كملنا هذوك اللي نجيبوه من عندي، دوك نبدا من ناو نروح. صح، هاو اوفن هذه تنحات. صح، هاو اوفن داز جيسيكا، شوفوا بلي ما كان والو، سهله ماهله. هاو اوفن داز جيسيكا، دوكا هذه درناها ما نعاودش نكتبها، فيزيت سوري فيزيت، بصح حنا كي جات داز الاس هذا يتنحى، ما تكتبوا ما تخربشوا نتايا، انا كنتاني نشرح. تقولي لي هاو اوفن داز جيسيكا فيزيت سنترال بارك وذ هير داد. ما تنساليش ذا كويستشن مارك، هذه اللي نسيتها 025 راحت وبلي ما تحوسش عليها كاع. فهمتوا كيف درنا؟ always sometimes usually often، اللي هي دائما how often. often معناتها شحال التكرار. نروح اللي بعد. classify the following words according to the stressed syllable. هذا stressed معناتها الشده، احنا في العربيه نقولوا الشده، معناتها شنو هو الحرف اللي راح تزير فيه الهضره نتاعك. مثلا نقسموهم ومن بعد نشوفوا. درتوا الدرس بلي كي يكون noun ولا adjective راح ندي the first syllable، كي يكون noun ولا adjective ندي the first syllable، كي يكون verb ندي the second syllable. نروح نطبقوا هذه، نقسموا ديجا لازم نعرفوا شنو هو الان والدو. دائما نقول لكم تخيلوا عندك خوك صغير ولا اختك صغيره تعلم فيهم يهضروا، كي تقولوا subject يقول لك ما يعرفش يقولها، قول له subject subject، راك قسمتها، ها هو الان وهاو الدو. قول شو prepare، ما نعرفش، قول prepare prepare. قلنا هذه ما تتحسبش، ما تقولش تيتشر عندك هنا vowel معناتها ندير لها كيما، لا لا هذه ما كاش، هذه ما كاش، هاي prepare. قول country، ما نعرفش، country. قول forget، ما نعرفش، قول forget. قول preserve، ما نعرفش، preserve. قول student، ما نعرفش، قول student. هاو خلاص عندي الان دو ان دو ان دو ان دو ان دو. دوكا نشوف الى اسم، الى اسم واش ندير؟ نحطها هنا first syllable، ويلا صدها بلي verb، القاعده تقول verb في second syllable، نحط هذيك الكلمه هنا. subject معناتها ماده دراسيه اللي هي noun، هذا اسم، اذا نحطها هنا subject، ما نقولش subject، نقول subject. subject to prepare باينه بلي verb، صافي ما نقولش prepare، نقول prepare. شغل هذا البي اللي راح تدير فيه الشده، اذا نكتبها هنا prepare. البلاد تقول country ولا country؟ country، هنا راح تدير الشده بلا ما تفيق، country. هذا فعل، فعل النسيان forget، تتقول forget ولا forget؟ forget. هاك وحدك تعرفها، اذا ما نقولش forget، نقول forget. اذا الشده راح تكون هنا في هذا في الدوزيام، علاش؟ باسكو verb. preserve اللي هي نحافظ على، سي ان فيرب، اتس ا فيرب. preserve student تلميذ سينونيم تاعها pupil، ما تقولش student، تقول student
student هذا noun اسم اذا راح يجيني هنايا student الاسماء سوري كي تقسموهم دائما الاسماء الشده وين تزير الهضره في البدايه الكلمه وكي كي يكون verb سوري ديروه في وسط الكلمه يعني في السكند سيلاب نقراوهم مع بعض باش تمشوا الهضره subject country student prepare forget preserve okay نروحوا للوضعيه الادماجيه many people معناتها بزاف ناس think that the internet is very dangerous يظنوا باللي هذه معناتها يظنوا باللي الانترنت بزاف خطيره do you agree or disagree agree معناتها توافق disagree معناتها لا توافق تعارض write a short paragraph about the advantages معناتها الايجابيات or the disadvantages معناتها السلبيات تاع الانترنت ما تروحش دير مقاله فيها 25 سطر ديرهم في زوج قالت لك او معناتها الا راك مع الفكره باللي هي دانجوروز دينجروس روح دير disadvantages قولها because باسكو ها وش يصرا ها وش يصرا ولا راك معارضهم هذو الناس وانت راك يو ثينك باللي الانترنت حاجه مليحه اذكر لنا هذو الادفانتجز تاع الانترنت تلقاو هذه الوضعيه الادماجيه جاهزه في البلاي ليست تاع سنه اولى ثانوي ادخلوا تصيبوها تهلاو في روحكم وفي والديكم ووالداتي ان شاء الله كامل التوفيق نتمناه لكم وتفكروني بدعوه خير سلام